مساكم الله بالخير ومبارك عليكم الشهر بفلان وياكم. ها قاعد شلون تعشاش طيبة بعد الفطور؟ ما شاء الله اليوم منورنا أبو عبد الله بالاستديو، منورنا أبو عبد الله ومبارك عليك الشهر. وقالوا لي أنت موجود، قلت لازم أسأله ولازم أستفسر منه وأخذ العلوم منه الطيبة. أولها يا أبو عبد الله، تمعروف عنك من يومك زقرتي والبيس، ها اللي يشوفك ما يقول كويتي، يقول جاي من إيطاليا. أبي أعرف أنا السر الخلطة هذه شني، ها يقولون عندك بعد كانوا دنجوان قبل، ها من يومك زقرتي ولبيس وحتى لا لبست التراثي ما شاء الله تهي بيان. أنا أقول يا شنو سر الخلطة هذه بالله؟ أبو فلان غيران. عاد أبو عبد الله يعني إيطاليان ستايل ميد إن كويت. شنو سر هالخلطة؟ هذه خلطة عمري سويتها. لا تاكل لحم والعب سكواش. أي بعدين متعود أنا ألبس، يعني كنت على أيام مسرحيات قبل أول ما بدينا بالستينات والسبعينات وهذا ما أعرف السداشة، علشان الغتر نسوي بروباتنا وكذا واحد لابس تأذي وهذا، فتعودت ألبس البنطرون. بس هو قال شغلة مهمة، قال تناسق الألوان والكشخة هذه فيها فن، وأنتم ما شاء الله بالعائلة في فنون تشكيلية بعد. عندي كان عبد العزيز الله يرحمه فنان تشكيلي يرسم كان، وبعدين اتجه للمكياج، وبعدين المكياج كله الوان، يعني طبعا انتم شغلكم كله بالالوان والجماليات، يعني في كل كادر يختاره يقول في تنسيق، يعني لازم في غنى رحمة الله عليه، يعني حتى لو كان العفو تكرمين مثلا اذا كان في وسخ او شيء بالمشهد يقول، حتى لو كان المشهد وسخ او مكان وسخ انما في غنى، غني غني باللقطه، غني بالاداء، غني بالاشياء كذا كذا. اي نعم. فلذلك احنا هو كان فنان في اي عمل يكون فيه، يعني لدرجه الحين بنته مها هي فنانه تشكيليه. مها ونهى ما شاء الله ازياء وميك اب وشغل عدل. لحظه علامج، تراني للحين موجود وعندي كم سؤال حق ابو عبد الله. ابي غاده، تدرين ان ابو عبد الله ضيفنا الكريم ما ياكل لحم؟ اي والله ما ياكل لحم. لا قالوا له مشابيس، قال شنو لحم ولا دياي؟ اذا لحم ما بي. لا قالوا له مشاوي، قال لا 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 ما اكل لحم انا موليه. حتى هذا الهمبرجر ما ياكل، يقول ما اكل لحم. ابو عبد الله ليش مقاطع اللحم؟ يبا الله يهداك. والحين اللي احنا نعرفه ان الفنان ابو منصور حسين المنصور وقت البروفات يجيب مشاوي، يجيب سويخات، يجيب تكلومي، يجيب كباب حق الشباب وكلهم ياكلون. ها ابي انت حزتها ايش تاكل؟ باستا. اكل ذره. كل ذرة ذرة ياكل. ايش تاكل؟ الكل ياكل اللحوم هذه كلها، كنا يحرونك يقول لك بوفيه كله مشويات. كله مشويات ولحوم. اقول لا انا ما اكل. فطبعا من الثمانين انا وقفت من اي نعم من زمان من زمان. فاكل بس نباتيات، اشياء نباتيه، سمش بين فتره وفتره. جميل. اما الدياي واللحم ما اكله. أي. يقول لي فالح الكستنة والذرة والبطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة هذه دائما عندنا باللوكيشن بالموقع التصوير، واحنا نتدفى وذاك ايام نشتوى احنا قاعدين نصور على طول الوقت موجودة، نولع النار بالنص اللوكيشن حلو ونشوي اللي ما عنده هذا يقعد، ونوزع على المصورين الفنيين الفنانين كل واحد هو الذرة عنده وياكل يخدها. فتعودوا على الذرة والبطاطا الحلوة والكستنة. اي فمستانسين
بعدها بعد ما يخلص ولا طبعا نطلب العشاء، عشاء ثاني غير البريك. العشاء الاولاني هذا الاولاني البريك عادي لا يعني. على حسب طول فتره التصوير اكيد الشباب كلهم يتعبون. اي شهرين شهرين لابد انه يوم. وباليوم يعني. اكيد انتم ماشيين على سكجول مضبوط يعني ما شاء الله عليكم بعد منظمين جدا. اي يقول لي المخرج بفلان مو راضي يترك الاستوديو الا يسالك بعد سؤال ثالث ايش رايك؟ شاي اخيره بس واحده يا غاده ولا على جمر ها؟ المون عليك. انا عندي سؤال بس واحد حق فناننا الكبير ابو عبد الله سجلنا سؤال شوي يكسر الخاطر ويعور القلب ولكن كلي فخر وانا اذكر هذا الموضوع. سجل ابو عبد الله سالفه انه في يوم من ايام التصوير تعبت اسم الله عليك وطحت عليهم وودوك المستشفى وسويت عمليه القسطره بعيد عنك الشر ان شاء الله يا رب. وبعد ما خلصت وانتهيت هم ظليت تصور وتكمل وياهم التصوير علما يمكن في احد ما كان يدري ان طول فتره التصوير رويلاتك اسم الله عليك كانوا متورمين وفيهم عوار بس انت ما حبيت تعطل الناس وتعطل العالم علشان كذي اصريت انك تكمل الشغل رغم التعب. قواك الله والله. احسنت. يعني بس قال هو قال السالفه كلها. اي والله انا اقول بعد اعيد بس انما القسطره انا عملتها بس انما اعطوني دواء مال القسطره بعد ما عملتها مرتين دواء ما نعرف نسيت والله شو اسمه المهم هذا يجمع الماي بالريل فقامت تنتفخ ريلي قامت تنتفخ. اي والله فتنتفخ وتؤدي يعني في الم شويه من هذا في اثناء التصوير. اي يقولون لي كانوا يدهنون لك رويلاتك. اي والله زيت زيتون. اي والله يدهنون يحطوا لي ليمون ما ايش يسوونه زيت زيتون وكذا كذا بس الحمد لله. اقول لهم الان كمل وخذوا انتم لقطاتكم بعد لا تاخذون ريلي طالما في حوار حكي خلوا هني وريلي تعاون ما عليكم. لا اسم الله عليك ما فيك الا العافيه. بس بعدين طبعا قلت حق الدكتور كذا 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 ترى في اكو بعض الادواء يسبب لك هالسايد افكت ما تبي بالضبط غير لك اياه شالوا الان حلو والحين الحمد لله تمام. والحين برد بعد باكر او عقب باكر برجع عشان البطوله عندنا السكواش في هذه بطوله سنويه سنويه اي البطوله دائما عشان ما تنقطع منها العاده لا لا يعني لا لا لا.